أقيمت في مقر مجلس التنمية والإصلاح التابع للرئاسة الصينية في العاصمة بكين مراسم التوقيع الرسمية على مذكرة تفاهم بين الكويت والصين تتعلق بإنشاء آلية تنمية تعاونية لمدينة الحرير والجزر الخمس الكويتية. وقال سفير دولة الكويت لدى الصين سامي حيات إن الطرفين أكدا أهمية مبادرة الحزام والطريق في تعزيز الاقتصاد بين البلدين وازدهار الاقتصاد العالمي، موضحا أن مشاركة الكويت في هذا المشروع تعكس الرؤية الاستراتيجية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.